السلام عليكم حبايب ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم نهار جديد وفيديو جديد، اليوم غنشارك معكم التخمه ديال السطح. السلام عليكم حبايب ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله بحول الله. اليوم غادي نخملوا السطح، غادي نجفوه. حنا ما غاديش نسيقوه ونجفوه باش نحافظوا على الماء، باش ما يداش الماء بزاف، غادي غير نشطبوه ونجفوه. وكنتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو، تابعونا حتى الاخر. اليوم الصراحه هاد الشميته نهار مسمش، يلا حبايب ديالنا تابعونا، خليكم معنا تابعونا حتى الاخر. مع الحرارة نقول لك دغيا سير نشوف لك مع الحراره. حق تبارك الله عليك، الله مبقي هي الشميشه ما شاء الله. الحبايب ديالنا هانا جفف تمر لوني، هادشي كامل جفف تمر لوني، ودابا راه كنعاودها باش نجفف شي وحده. الصراحة بالله كيولي بحال اللي مسيح، كيبقى شي فيه الوسخ مرة، خصك عاد تجفو وتعاود تجفف وتعاود. إيوا الحبايب ديالنا النظافة من الإيمان، حتى الإنسان مرة كيدير ميطوايا في الدار يخمم ضروري، ماشي ضروري اي حاجه نسيقوها اي حاجه نسيقوها، نجفوه هكايا في السطح نجفوه بالدرور مره مره اللي انسان يسيق. ايوا نتوما عارفوا يا حبايب كلشي زادو فيه، كيما كتشطب كريمه كتبعها في الجفاف من اللور، كيما كتشطب كريمه كتجفف. ديالنا
شميش أصبر كله غاونيه سليم عاوننا دغيا الحق تبارك الله عليكم رجعتوا السطوحه كي شافوا غيب تشف و مرجع كيشعلو ماشي ضروري انك تسيقو تسدو الماء ماشي ضروري انسان الماء كيجي غالي وكلشي غلا غيب الماء كيولو كيشعلو غيب خير ديالنا السلام عليكم تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله ونهار جديد وهانتوما كيما تشاهدوا السطح ديالنا يلا السلام عليكم الحبايب ديالنا السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ما تنساوناش ابوني اللي يجي معكم هذا الفيديو زوين صراحه كانت الحراره ما شاء الله ماشي ضروري يكون الماء باش نقضيو الاشغال ديالنا ماشي ضروري يكون الماء المهم حنا غير شفنا السطح ديالنا معنا الظروف كنت منين بيعجبكم الفيديو حتى الفيديو الجاي ان شاء الله بحول الله والسلام عليكم مرحبا بكم في قناه فوزيه وبناتها قناه فوزيه وبناتها ما تنساوش لي لايك ولا جيم السلام عليكم اللي باغي يشارك في قناه فوزيه وبناتها ما تنساش يشترك ويخلينا لي زابوني السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.